نعم بالفعل الحديث عن تجربة التعليم عن بعد هنا في جامعات في الجامعات بشكل عام وهنا في جامعات القصيم تحديدا، خاصة أن التعليم البعد هو الوسيلة الآن الموجودة لتقديم التعليم لطلاب التعليم العالي. عن هذه التجربة سيحدثنا الدكتور سعد الدوسري عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القصيم. دكتور، حدثنا عن تجربة التعليم عن بعد في الجامعات بشكل عام وفي جامعة القصيم تحديدا، يعني حتى قبل جائحة كورونا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحكم جميعا. يعني تأتي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الدراسة خلال هذا الفصل الدراسي حرصا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ومنسوبي الجامعة والوزارة بشكل عام، تطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك امتداد للجهود التي بذلتها الوزارة خلال هذه الجائحة، وبناء على التجارب السابقة للتعلم الإلكتروني، سواء كانت هذه التجارب قبل الجائحة أو التجربة الثرية التي خضناها جميعا خلال هذه الجائحة، وما كنا نحتاج إليه في سنوات لإيصاله عن التعلم الإلكتروني ودوره ومزاياه، هذه الأزمة عجلت به خلال أشهر قليلة. ولذلك أقول كما قال معالي الوزير أن التعليم ما بعد كورونا لن يكون هو التعليم بعد كورونا، ما قبل كورونا ثمة متغيرات كبيرة ستطرأ على المشهد التعليمي، وبالمناسبة ليس المشهد التعليمي فحسب، بل حتى في مختلف جوانب الحياة، في الصحة، في التجارة، في يتعلق يعني في سيفرض نفسه التعليم عن بعد. يعني بالتأكيد التعليم عن بعد بعد هذه الأزمة سيكون له نصيب وافر من المتغيرات في المشهد التعليمي، ولذلك الوزارة حاليا تتجه استراتيجيا نحو التعلم الإلكتروني ودمجه في العملية التعليمية ليكون ركن أصيل في العملية التعليمية، يعني جزء أساسي، وليس يعني لم يعد التعلم الإلكتروني طرفا أو أمرا زائدا أو أمرا منفصلا عن العملية التعليمية، بل هو جزء من العملية التعليمية. فيما يتعلق طبعا في التعليم العام العالي عفوا بالضبط التعليم العالي، وبالمناسبة أيضا الممارسات التي تتم الآن في التعليم العام هي على نفس الخطة التي سار فيها التعليم العالي، وبإذن الله نجني ثمارها في القريب العاجل بحول الله وقوته. الدليل على أن هذه الممارسات تتحسن في كل مرحلة، نحن بدأنا من الفصل الدراسي الثاني ثم الفصل الصيفي، الممارسات فيه أجود تعليميا من الممارسات التي تمت في الفصل الثاني. الفصل الدراسي الحالي منذ اليوم الأول للدراسة التحق أو دخل على النظام كما تشاهد في الإحصائية 53 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول. نحن نتحدث عن أيضا في الفصول الافتراضية، يعني المحاضرات التي تمت في اليوم الأول من الدراسة دخل فيها أكثر من 42 ألف طالب وطالبة، وهذا يدل على جدية وانتظام منذ اليوم الأول من الدراسة، وهذه من الأمور التي يتيحها التعليم عن بعد لا سيما في ظل الأزمة الحالية. لكن يبقى كما قلت أن ما نعمله ما نمارسه اليوم بشكل اضطراري بسبب الأزمة سنشاهده قريبا بشكل طبيعي ومعتاد وضمن الممارسات اليومية لنا ورب ضارة نافعة. ربما ما يؤرق المؤسسات التعليمية فيما يتعلق في التعليم عن بعد هو الحضور للمحاضرات أو للدروس أو ما إلى ذلك، ولا شك أن الحضور الآن هو يعتبر الآن الحضور في الفصل الافتراضي هو الحضور الفعلي للطالب للمحاضرة، ولكن تبقى الجهات المختلفة تراعي بعض الجوانب التي قد تطرأ على الطالب من مشكلات تقنية قد تعيقه عن الحضور لهذا الفصل الدراسي. لكن بالمجمل
نسبة كبيرة جدا جدا تستطيع الدخول على النظام وممارسة العملية التعليمية بكل أريحية. وللأمانة يعني وهذه رسالة لأولياء الأمور وللطلاب، دائما في التطبيقات أو البرامج الجديدة يكون هناك نوع من أنواع يعني التخوف والهواجس، لكن بعد الممارسة سوف تكون الأمور بأتم وأفضل حال بإذن الله. أهلا وسهلا. إذا كان هذا حديث الدكتور سعد الدوسري عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد هنا في جامعة القصيم، عن التعليم عن بعد وتجربة التعليم عن بعد في الجامعات السعودية وتحديدا جامعة القصيم. عودة لي عبد الإله وسارة في الاستوديو. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا إبراهيم.